حسين يا غريب. ولذلك أمير المؤمنين يصعد في مسجد الكوفة يصيح، وصوت علي بن أبي طالب إلى الآن موجود يرن في أفق التاريخ. أنا الآن جايب لكم صوت علي بن أبي طالب، اسمعوا. تؤمل في الدنيا طويلا ولا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش دهرا إلى شاب، وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفاله وهو لا يدري. الملائكة تتعجب في أماكن منها لما تحاك الأكفان. شايفين بالشركات هاي مصانع النسيج تصنع القماش، هذا القماش لما يطلع من المصنع الملائكة تعرف هذا القماش راح يصير ثوب فلان، هذا كفن. الكفن طلع، الملائكة يشوفوني أنا أضحك فرحان، دا أفكر الفيلا شلون أصلحها، العمارة كيف، سيارتي شلون، مجوهراتي شلون، رصيدي صعد، دولاري نزل، لا إله إلا الله. وكم من فتى يمسي مساء ليل ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. حسين